نرمين، بكرة بداية العام الدراسي، كثير من التحضيرات بيقوموا فيها الأهالي لفترة طويلة، من تجهيزات أمور المدارس ولوازم المدارس، في تجهيزات مادية ونفسية تقع على عاتق الأهالي. اليوم رح نحكي عن الشق النفسي، كيف فينا نحضر الطلاب والأطفال للمدارس. اليوم يمكن كل الظروف نرمين بتلعب دور ضاغط على الأهل. صحيح، مو بس هيك، غير الظروف ايضا الاطفال يعني من سنه لسنه عم تتغير نفسيتهم. كيف قضوا مثلا، كيف قضوا الصيف؟ بتحسي انعكس كيف رح يستقبلوا المدرسه؟ في اطفال لا، الاهالي مثلا حطوهم بدورات بانشطه، بتلاقيهم معتادين على الجو، بينما في اطفال بتلاقي كل نظام حياتهم اختلف، يعني بالنوم باللعب، فيمكن هون الصعوبه رح تكون بتهيئة. لهيك لازم برمجه الطفل او الطالب قبل باسبوعين او 20 يوم لبدايه العام الدراسي. لنحكي عن التجهيزات والدعم نفسي للطلاب والاطفال لبدايه العام الدراسي، معنا الاخصائيه التربويه نغم طربي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. مشاهدين يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. حكينا كثير سابقا عن موضوع التهيئه، اليوم رح نركز معك عن دور الام والمدرسه، عن الاخطاء الشائعه يلي عم تكون بتهيئه الطفل. خلينا نحكي بدايه عن الوقت اللي لتبلش المدرسه صار كثير قليل، كيف فينا بهذا الوقت اللي ما حضر نفسيا اطفاله كيف ممكن يبدا؟ بالبداية بدي هني الطلاب، الأهل، الكادر التدريسي والإداري بقدوم العام الجديد، وبتمنى من كل الطلاب أنهم يستقبلوا هذا العام بكل حماس، بكل إيجابية، بكل شغف، لحتى نبدأ بشكل صحيح. بالبداية التهيئة النفسية هي أهم من أي شيء ممكن نعمله، هي أول خطوة ممكن نعملها مع أطفالنا، نهيئهم نفسياً. الأعداد المسبق، إذا أهل لاحظنا أنه هن ما بلشوا بكير مع الأولاد، في معنى هذا الأسبوع، بما أنه هذا الأسبوع بيكون في توزيع الأولاد، لسه الدوام مو نظامي، ما في كتب لسه، ففينا نحن بهذا الأسبوع ننظم وقت النوم، ننظم وقت الأكل، لأنه هذا النظام كله غاب بالعطلة الصيفية، غاب عن الأولاد. ممكن أولاد في عندها نوادي، نخفف من ساعات هي النوادي أو الهوايات اللي هن عم بيمارسوها، بس ما نلغي لهم إياها نهائياً. في أولاد متعلقة بالألعاب الإلكترونية، هي 99% من الأطفال اللي متعلقة بهي الأمور، فنحن لازم كمان ما فوراً نسحب الموبايلات من أولادنا، كمان نهيئهم شوي شوي لحتى يبدوا بهذا العام، لأنه طالما منعناهم كرمال المدرسة فهن رح ياخذوا موقف أنه هي المدرسة شيء سيء. تماماً، نحكي نجمل، نحكي بطريقة كتير حلوة عن المدرسة، ابدا ما نقول انه يلا بنشكر الله اجت المدرسه، يلا بدي اخلص منكم الاهل بدي اخلص منكم، بدكم تغيبوا ساعات طويله بدي ريح راسي، لا ابدا ما نحكي هيك قدام اولادنا. بالعكس، المدرسه شيء حلو، هي اساسا المدرسه مكمله للبيت، هي صوره للتكوين الاسري لكن بطريقه اوسع واشمل. عم نحكي عن المراحل، يعني انا مثلا ابني صف سادس نجح السابع، تامن نجح التاسع، هي مرحله انتقاليه. صحيح. بدي هيئه انه بس نظم له وقته، وقت نومه، اكله، الهوايات حدد له مثلا يوم بالاسبوع ما الغي له اياها، لكن الهم الاكبر هو الاطفال اللي بدهم يدخلوا للنيرسوري، يعني بعمر 4 سنوات 3 سنوات، هون بده يكون انفصال كثير صعب بالنسبه للام وبالنسبه للطفل. انا بدي هيئه قبل بشهر اقل شيء. الشيء اللي لازم اعمله انه انا اخترت المكان لابني، شو بيجي بساوي؟ فرجيه على الصور، اول خطوه فرجيه على صور المكان، بشرح له بطريقه كثير حلوه انه نحن بكره بدنا نروح على هذا المكان، بعطيه الشيء الصح الموجود فيه، ما بعيشه بخيال، يعني ما بقول له انه هنيك بدنا نروح نشوف مسبح، بدي اشوف ملعب كره قدم كبير، بدي وبدي، يعني هي الامور. بيروح الطفل بيلاقي مثلا قاعه صغيره، لعبه صغيره مرجوحه، بينصدم بالواقع، لا انا بعطيه المكان مثل ما هو، بصور له اياه وبعطيه. اول مره بقوم بزياره انا وابني لهنيك للمكان، بحكي مع المس تبعيته، مجرد الحديث انا وياها الطفل بيشعر بالامان انه انا حكيت مع شخص رح كون انا قريب منه. بعدين شوي شوي، يعني ممكن هي الفتره ضل انا وياه نص ساعه للساعه ليتعرف على الاركان كلها الموجوده بهذا المكان.
شوي شوي بطلع مثلا بالمرات الجايه انا شو بيجي بساوي، بخليه ساعه برجع بخليه لحاله ما بكون انا موجوده معه، بزيد عدد الساعات كرمال هو يتعود على هذا المكان ويندمج. في اطفال كثير سهل التعامل معه باول كم يوم وبتستمر بهذا الموضوع، في اطفال بتعيش بنوبات غضب، هون نحن بدنا نكون حذرين بهذا الشيء. في اطفال بتصير هاديه، يعني هي بتكبت هي المشاعر ما بتقدر تعبر عنها الا لما توصل على البيت، يعني هي بتضل طول النهار بالروضه مثلا ما بتحكي شيء ما بتعبر، لا هي مبسوطه ولا زعلانه، لكن لما بتروح على البيت بتنزعج انه انت شو عملتي فيي تركتيني ورحتي. هذا موضوع صعب، هو يعني موضوع الانفصال يعتبر بمثابه الفطام الثاني للطفل. صحيح. فبهي المرحله بدنا نكون كثير واعيين لحتى الطفل يتقبل هذا المكان. يمكن حكيتي عن نقطة كثير مهمة، نحن عم نحكي عن المراحل من أول مرحلة للمدرسة، عملية التهيئة النفسية للطفل، وقديش فعليا هي بعض التفاصيل لو بنشتغل عليها قبل بعشرة أيام مثل ما قلتي يمكن بتريحنا مع بداية العام الدراسي. خلينا نحكي ببعض الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي، يعني احنا بنشوف مثلا بس تيجي الصيفية بتلاقي الولد بينام على الوقت اللي بده اياه، بيفيق ايمت ما بده، بيلعب طول الوقت، فجأة بنقول اجت المدرسة خلص بدنا نغير له هذا النظام 180 درجة، يعني ما بيكون فترة فاصلة لحتى انا هيئه نفسيا، بتلاقيه ببلش فعليا مثل ما قلتي يتذمر وما كثير يحب الفئة على المدرسة. خلينا نحكي عن بعض النقاط الأساسية لكل الأمهات ليبلشوا تدريجيا، يعني احنا بنعرف انه بدنا 21 يوم لنغير اي عاده، نحن عم نقول قبل باسبوعين، يعني انا لبلش تدريجيا ظبط توقيت النوم، ظبط كيف ممكن يفيقوا، كيف فيني انا فعليا نظم لهم وقتهم بشكل يومي. يعني انا بدي بلش العب على النفسيه تبعت الطفل، انه نحن صحيح اجت المدرسه بس مثل ما حكيت المدرسه شيء حلو، بنبدا شوي شوي معه، تخفف ساعات الطلعه من البيت، يعني مرات الطلعه من البيت بعلمه انه نحن مثلا بهذا الشهر قبل الدخول للمدرسه بهذا الشهر خلينا شوي لا نكون كثير ملتزمين بالنوم ولا نكون كثير عم نطلع، يعني يكون باعتدال، يعني لا هو يمل كثير من هذا النظام اللي انا بدي اتبعه ولا هو يكون كثير عم طلعه وفوته، لا خلينا نكون معتدلين بهي الامور. والشيء اللي بنلاحظه هو الدلال المبالغ فيه اللي دائما بنحكي عنه، انا بدلل ابني لدرجه انه هو اذا بكي مثلا انا ما بدي نام، انا ما بدي اعمل هي الشغله، يلا حرام خلص تركي بكره منبلش معه، لا ابدا ما ناجل ولا سلوك ولا تعديل سلوك لليوم اللي بعده. انا اليوم بلشت معك نظام بدي يكون حازمه، لانه نحن بعد فتره بدنا ننتقل لمرحله رح تكون هي المرحله كثير حلوه بحياتك، رح تكون موجود مع اشخاص تحبهم، رح تلعب تاخذ نشاطات تستفيد، كل هي الامور بتاثر بنفسيه الطفل. يعني الكلمه الايجابيه لها وقع بنفسيه الطفل والكلمه السلبيه كمان لها تاثير كثير قوي. بفضل انه نحن دائما نحكي بايجابيه عن اي شيء بدنا اياه، حتى لو حسينا انه هذا السلوك رح يكون اللي عمله ابني سلوك غلط، لا لا ما بيجي انا لنفسيته، انا بحكي عن سلوك قام فيه، هذا السلوك اللي قام فيه هو الغلط. شوي شوي بصير الطفل بيعمل، وكثير غلط انه نحن مثلا ابني بلش انا قررت اني احطه بالنيرسوري اليوم مو جاي على باله يروح بدون ما اعرف الاسباب ولاني خايفه عليه ولاني بحبه زياده، هن هيك باعتقاد الاهل طبعا. يلا اليوم بلا ما تروح، بكره نعسان، اللي بعده بطنه عم يجعوا، طبعا هي كلها حجج من الاطفال. لا هذا الموضوع انا برفضه تماما، كثير من الاهل بتستخف بمرحله رياض الاطفال علما انه هي كثير مهمه بحياته. صحيح. هي من اهم المراحل لانه بالاول والثاني والثالث هو رح ينتقل لمرحله جديه اكثر، اللعب فيها اقل، رح يكون في مستوى التدريس اكثر، فلا كثير مهم اقل شيء الطفل يدخل سنتين للروضه ونتعامل بجديه مع هذا الموضوع لحتى الطفل ياخذها بمحمل الجد. طالما انا مو سائله على الموضوع مثلا يلا وبكره بنكتب الوظيفه، بكره بنعمل الاملاء، لا هيك ابدا هو ما رح يحس بقيمه الشيء. هلا الطفل ذاكرته شوي قصيره ودائما لما تقولي له في حدث معين بحياتك هو بيفهم اكثر شيء بكره، يعني بكره انا حنام وحافيق ثاني يوم روح على المدرسه، فخلينا نحكي عن اليوم قبل المدرسه، كيف الام اكيد له خصوصيته
كيف الأم ممكن تهيئ الطفل بهذا اليوم، سواء بالكلام شو ممكن تحكي أو حتى بالسلوكيات؟ نحن نعرف التهيئة بدها تكون قبل أيام، ولكن نرجع نأكد أنه اليوم قبل المدرسة هو أكثر شيء بيكون الطفل يعني مستعد له. أكيد. هلأ نحن طالما هيئنا نفسيا، في أمور تانية لازم نحن نلجأ لها، وهي أنه ناخد ابننا يشتري مثلا حقيبة مدرسية، يشتري الأقلام، ألوان، دفاتر رسم، هي الأمور الخاصة فيه، أنه خلص هي أمورك الخاصة، أشيائك الخاصة، كتير بتشجعه لحتى يروح لليوم الثاني. ونعلمه دائما أنه هي الأمور، هي الأشياء لإلك موجودة، لكن فيك أنت تعطي غيرك، يعني بطريقة أنه ما نعلمه الأنانية، لكن حافظ على أغراضك. هذا موضوع كتير مهم بهي الأمور. يعني أنا بعرف كتير أولاد إذا بتشتري لهم قلم جديد ثاني يوم بحبوا يروحوا على الروضة كرمال يتباهوا بهذا الشيء، فما بالك إذا كانوا أشياء كتيرة. ونحن دائما حفزنا الطفل، يعني أنا ممنوع أهمله لابني، أنا دخلته للروضة ممنوع أهمله، أنا كل يوم بدي أجي بدي أسأله، بس كيف بسأله؟ يعني حلو أنا دائما أمشي مع ابني أحكي أنا وياه كتير أمور، لكن اللي بلاحظه والأخطاء اللي أنا بشوفها وبسمعها من الأهالي، أول سؤال تسأله الأم للولد، مين ضربك؟ مين أكل لك أكلاتك؟ أو كيت اليوم مثلا تماماً، المس شو عملت لك؟ طيب أوكي، حد عزبك حد عزبك اليوم؟ ما بنركز عن الجوانب قصدك الإيجابية، لا دائماً نقاط سلبية صحيح. وهون نحن ما بيصير أنت ركزتي لفتي نظر ابنك أشياء هي أساساً مو منتبه لها. لا، شو أحلى شيء مر بحياة بيومك اليوم؟ هاي الأمور بالعكس بصير الولد ممكن يكون هو ماشي ضرب هو ورفيقه مثلاً ووقعه بدون ما يكونوا بيعرفوا يعني شو أتباع هذا الموضوع. بس بعدين إنه الأم إذا بتسأل هاي الأسئلة، طب الولد ما رح يلاقي جواب، بصير بيخترع من خياله صحيح. ممكن يحكي أشياء هي ما أنا موجودة أو ما صارت معه كرمال يكمل حديث مع الأم. لا أبداً، عن جد بنصح كل أم بما أنه بكرة مبلشين بداية عام جديد أنه نحن نتعامل بكل حكمة مع أطفالنا ونعرف نختار الأسئلة اللي بدنا نسألها لأولادنا. ركزنا معك بالبداية عن أهمية دور الأهل ودعمهم مع بداية العام الدراسي، لكن الدعم هو تشاركية فينا نقول مع الأهل والكادر التدريسي إذا كان فينا نقول بالروضة أو بالمدرسة. وبنعرف يمكن بسبب الظروف المادية القاسية والمعيشية هي صارت أساساً، يعني بدك تعتبري عم يغير جو بالمدرسة مع رفقاته، عم يشوف رفقاته، يمكن في ضغط بالدراسة شوي، بس بتلاقيه بيحب هي التفاصيل، الباحة والاستراحة والروحة والرجعة مع رفقاته الطلاب. خلينا نركز مع بداية العام الدراسي، الدعم النفسي من قبل الكادر التدريسي كيف له يمكن تأثير كتير كبير لأنه الطفل يتقبل بداية العام الدراسي؟ أكيد هاي شغلة كتير مهمة. لما الأم خلصت مهمتها بينتقل الموضوع للكادر التدريسي، واللي هو أنه دائماً، وأنا بنصح أي حدا بضمن دائرة الروضة والأعمار الصغيرة، أنه نعمل أول أسبوعين هو تهيئة للطفل لحتى يتعود على المكان. أنا ابني جبته من البيت حطيته بمكان هو ما بيعرفه، ما بيعرف لا الصغار ولا الكبار منهم، فهذول الأسبوعين كتير مهمين إنه بيتعود، بيصير بيلعب مع الأولاد، بيتعرف على أركان الروضة، بيكون صداقات أكبر بهذا المكان. بعدين بتصير الأمور التحفيزية، وسائل تحفيزية للأطفال، كل يوم بنعطيه شيء. طبعاً أنا بأول فترة أنا ما بعرف مستويات الأطفال، بعطي لما بدي أعطي شيء تحفيزي بعطي كل الأطفال الموجودين عندي، هيك بصير الولد يحب يرجع. بستخدم أسلوب العصفورة، أنا كتير بستخدمها عندي، إنه مثلاً أنت إجيت كنت كتير شاطر، العصفورة كانت معك بالبيت، خبرتني أخبار كتير حلوة، فجبت لك معها هدية. هاي الهدية نحن راسمين مثل عصفورة على الحيط على وشجرة وهيك، فبنحط الهدية عند العصفورة وبيجي الولد بيشوفها وبياخدها، فهيك كتير الأسلوب كان حلو، وحتى الولد صار يتشجع ليعمل شيء أحسن لبعدين. كده بالختام بدنا نشكر اليوم وجودك معنا الاختصاصية التربوية نغم التربية لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. حبيبتي اكيد بدنا نشكرك، ودائما الوقت بيمر معك بسرعة لأنه بحكي عن معلومات كثير مهمة ومفيدة للأهالي. شكرا كثير هلا حبيبتي، اهلا وسهلا.